كرمت الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع الفائزين في الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2021، حيث تنافس في مرحلته النهائية 312 طفلاً ويافعاً من مختلف المحافظات خلال حفل رسمي بقصر الأمويين للمؤتمرات في دمشق. هنادي محمود، أنا من فئة الصغار. بالنسبة للتجربة كانت تجربة كتير كتير حلوة وممتعة، وهيك إنه وانبسطت كتير. وبالنسبة للأسئلة، الأسئلة كانت كتير يعني سهلة بالنسبة إلي، وفي مثلا سؤال من البرنامج السكراش كان بده شوية تفكير ومنطق. ديما طالب مشارك بالماراثون البرمجي العلمي، عمري 12 سنة، فئة الصغار. الماراثون مرحلة كتير حلوة وفيها تحدي كتير، والأسئلة كانت كتير سهلة وممتعة للحل. أسئلة المنطق والسكراتش بده شوية تدريب وكتير سهل، يعني إذا تدربتوا عليه شوي. وبيحطوا الفيديوهات التعليمية على المنصة تدربوا عليه أمت ما بدكم. كتير كان الماراثون منيح وفادني كتير، والأسئلة كانوا كتير سهلين. تجربة كتير حلوة، وبتمنى أنه الكل اللي موجود يستفاد منها. طريقة جديدة، نوع جديد، ما كنا متوقعين هيك شيء. والأسئلة كانت صح صعبة بليرة، بس يعني كانت حلوة وممتعة، وحسينا حالنا كتير استفدنا وعلى الدورات التدريبية. فأنا كتير بشكر هاي الفرصة اللي أتيحت لإلي عشان أشارك بهذا الشيء. كانت الأسئلة ما سهلة ولا صعبة، كانت إنه شاملة للكل، مشان إنه ما بصير ينظلموا ناس وناس هيك. فكانت الأسئلة إنه شاملة لكل الفئات، وتجربة كانت كتير حلوة طبعا. وبننصح كل الطلاب إنه يشاركوا فيها، لأنه اكتسبنا كتير في مهارات، وإنه بما إنه الزمن إنه كله عم يتطور، فإنه عم علمنا الماراثون إنه كيف نعمل برامج وهيك بتفيد لقدام العالم. شاركنا اليوم بمسابقة الماراثون البرمجي، فهلا احنا بمقص المؤتمرات رح تعلنوا النتائج. وكانت الأسئلة يعني هيك، في منها سهلة وفي منها صعبة. فأكيد ندعي كل العالم من أعمارنا أنه يشاركوا فيها، لأنه أكيد التجربة هي حلوة وبيستفيد منها الواحد. مشاركين بمسابقة الماراثون البرمجي اكتسبنا كتير معارف، وحابة أنه الكل يشارك فيها، وهلا نعلن النتائج. بالنسبة للأسئلة يعني كانت متوسطة، في منها بدها تفكير وفي هي بس بدها هدوء كل شيء. بس الماراثون انطلق في 16 من شهر آذار الماضي، وتضمن عدة مراحل تدريبية، وتعد المسابقة مرحلة أولى من مراحل تحقيق التحول الرقمي الذي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومرحلة تأسيسية يمكن الاستفادة من مخرجاتها لبناء جيلا من اليافعين.